وادي ما شاء الله الطاجن بعد ما طلع اهو. بصوا الجمال، بصوا الجمال. يعني لو في خاصيه في الفيديو ان خاصيه شم كنت هتشمه. احلى طاجن بجد، المكرونه الجميله بالفراخ او باللحمه او بالكبده والزيتون. ادي الموتزاريلا اهي سايحه اهي، بقت جميله وتحفه. بصوا الشكل وبصوا الجمال. النهارده هتبقى احلى حلقه بالنسبه لمحبين الطواجن، لان انا سالت كتير في كومنتات على طريقه تصنيع الطواجن اللي بالكبده واللي بالفراخ وباللحمه. النهارده احنا موجودين في المطبخ هنا في المطعم، هنتكلم بالتفصيل عن طرق الطواجن ازاي. اعمل ايه؟ قول لي دي كده المكرونه اهي. طيب قول لنا بقى خطوات واحده واحده كده من اول المكرونه لحد ما يبقى الطاجن جاهز للاكل. طريقه المكرونه، طريقه المكرونه الميه بتغلي على الوجاه، وبعد كده اول ما تقلب الميه بروح انزل المكرونه تاخد قلبه واثنين وثلاثه لحد ما تستوي، بصفيها في المصفى، وبعد كده بديلها الزيت وبقلبها زي ما حضرتك شايف كده، بتطلع كده. تمام. بس انا شايف ان هي فيها سن الصلصه برضه. بالنسبه لسن الصلصه دي، عشان خاطر الطاجن يطلع احمر، ما يكونش ابيض، ما يكونش المكرونه ساده للعميل. يعني بعد السلق، بعد السلق والتصفيه بتدي لها سنه زيت، وبعد كده تحط عليها سنه صلصه. صح كده؟ تمام. طيب عشان الطاجن ما يبقاش ابيض يعني قدام العميل وكده. هنتكلم عن طريقه بقى ايه الحاجات اللي بتتحط في الطاجن. يعني مثلا الكبده، انا شايف ان الكبده كده اهي، كبده متقطعه رفيعه كده. تمام. واخد بالك ازاي؟ شايف فيها تقريبا فلفل. قول لي بقى طريقه الكبده دي ازاي؟ الكبده دي بنجيبها ونقطعها زي ما انت شايف كده، التقطيع دوت، وبعد كده بجيبها بروح حاططها على النار، بدي لها سنه الزيت، وبعد كده بتستوي معايا، بدي لها حته الثوم عشان برضه الزفاره، مش فيها ريحه زفاره. تمام. بعد كده زي ما بتستوي، اخر حاجه بحط لها ايه؟ الفلفل، بقطع لها الفلفل وبحط لها الفلفل والتوابل بتاعتها بقى والملح، وبروح منزلها. طبعا اللي بيحبها اسكندراني بتحط فلفل حراق، اللي هي العاديه اللي هي البارده يتحط لها الفلفل العادي. الفلفل العادي ده الفلفل الرومي العادي. مع البهارات بقى، بهارات عباره عن ايه بقى اللي بتتحط عشان تعمل الريحه الحلوه دي؟ البهارات بقى حبهان وجوز بلح نص طين وكمون وكزبره والملح. الفراخ بقى الحلوه الجميله دي، ان انا شايف ان انت مقطع دي صدور صح ولا صدور وراك؟ لا دي بانيه بس، مفيش بانيه بس، صدور شيش بس. دي لي صدور وبقطعها، وبعد كده بقطع البصلايه بتاعتها، بشوح البصلايه الاول على النار. وبعد كده بروح سالق الاول، بتاخد سلقه، بشمر الفراخ، لازم تاخد سلقه عشان ما تتبلش معايا. يعني الفراخ البريد بتتقطع كده قطع كده وبتتشوح، بتاخد سلقه قبل التشويح ولا بعد؟ لا قبل التشويح. قبل التشويح تاخد سلقه. وبعد كده بصفي الفراخ. طبعا يكون البصلايه اتشوحت. تمام. واروح حاطط الفراخ على البصلايه لحد ما البصلايه برضه تشرب الميه بتاعتها، والفراخ تشرب الميه بتاعتها، وبعد كده ايه؟ استوت معايا. بنحط لها بصل، وبعد كده بحط لها سنه الملح، وبحط لها مرق دجاج، وبحط لها الكمون والكزبره والفلفل، والخلطه بتاعتها بقى اللي هي بلح بص طيب وحبهان وبابريكا وسنه بابريكا عليها، وسنه ورق لورا مطحون. كل ده الخلطه دي كلها تطلع بالطريقه الحلوه. تمام. اللحمه بقى اخر حاجه اهي، دي اللحمه. انا حاسس ان انت فارمها اللحمه. اللحمه بتتفرم، بتتفرم فعلا. والبصلايه برضه بتتفرم. والبصلايه برضه بتتفرم على المكنه، وبعد كده بشوح اللحمه الاول. بعد ما بشوح اللحمه بروح حاطط البصلايه تشرب برضه. البصلايه هي مفرومه، البصلايه دي مفرومه، ما ينفعش احط لها بصلايه مقطعه او الشوايه. يعني لازم اللحمه المفرومه دي بعد ما تفرمها تفرم كمان البصل. بفرم البصل على المكنه دي. بعد ما تتفرم تاخد بقى فلفل اخضر بس برضه مفروم. تمام. تاخد فلفل اخضر مفروم، ما ينفعش ياخد ايه، تاخد فلفل اخضر. وبعد كده البهارات بقى اللي هي بتتحط على الفراخ، هي اللي بتتحط على الكبده، هي اللي بتتحط على اللحمه. حلو قوي. تعالى بقى نجرب بقى مثلا ايه، نعمل طاجن كده من كل حاجه قدامنا. مفيش مشكله. بسم الله. ده كده الاول الطاجن. بعد كده باخد الصلصه الجميله، كبشه واحده. كبشه واحده. تمام. وبعد كده بروح مثلا ايه اعبي طاجن كبده. حلو. الطاجن اللي انا عايزه طاجن كده كده، طاجن كبده. حلو. تمام. بعد كده بعبي المكرونه. زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده عشان المكرونه ما تنشفش معايا من النار، بتاخد وش الصلصه. بتاخد وش الصلصه معايا. زي ما انت حضرتك شايف اهو.
كده الطبق جاهز. اغطيه وارد ده في الفرن بقى لحد ما يستوي. هنعمل مع بعض بقى اجرب انا الطاجن الفراخ. نحط الصلصه الاول. كبشه واحده كبش الصلصه، وبعد كده نحط الفراخ بتاعتنا اهي، نحط كمان قطع عشان ما حدش يزعل. وبعد كده هناخد المكرونه نعبيها اهي يا ولد يا ولد يا ولد، نسويها كده. وبعد كده في الاخر نحط كمان كبشه صلصه طماطم كده، واو فوق الوش. وبعد كده هندخلها مع بعض الفرن كده. بنقفل ونقفل بقى الاتصال المعدني الجميل، بعد كده وندخله الفرن. نحط الطواجن زي ما احنا قلنا في الايه؟ في الفرن هنا. انت بتقول لي لازم يتحط على البلاطه التحتانيه الاول؟ عشان يستوي. عشان يستوي لازم يستوي هو الاول. انت شايف حضرتك. وبعد كده نعلي النار كده. النار ايه؟ لازم تبقى شديده كده، ما ينفعش تبقى واطيه. تمام. عشان المكرونه ما تدورش. تمام. وبعد كده بنقفل كده الفرن. نستنى شويه وبعد كده تطلع فوق. دلوقتي كده بقى هنطلع الطواجن بتاعت المكرونه بعد ما استوت. الله اكبر. يا سلام. تمام. ده الفراخ، دي المكرونه اللي بالفراخ، ودي المكرونه اللي باللحمه. ما شاء الله طالعه ريحتها تحفه تحفه تحفه. ادي الطواجن، ادي الكبده، طاجن الكبده بتطلع كده تتحط في الفويل. وده ايه بقى؟ فلفل اسود. فلفل اسود. بعد كده بقى هنحط بقى ده التكات بقى، دي التكات هنا. بنحط بقى جبنه موتزاريلا فوق الوش بتاع الطاجن لما يطلع. زيتون. دي التكات بقى كده على الطاجن، سواء كبده فراخ لحمه، حط عليها اهو موتزاريلا تتفرد كده فوق الوش. رشه الزيتون التمام فوق الموتزاريلا. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ادي كده الطاجن جاهز، اتحط في الفويل، اتحط عليه التكات والحركات والحاجات الحلوه الجميله، الموتزاريلا والزيتون والفلفل الاسود. هنغطيهم بعد كده ولا هنغطيهم؟ بندخلهم بقى الفرن هنا بقى، ده فرن تاني اهو بيخش عشان ياخد الوش عشان الجبنه الموتزاريلا تسيح. استنى اجيب انا الاطباق اهو. الطبق اهو بالجاب. حط بقى هنا اهو كده جوه. بياخد الوش المتين ده عشان الموتزاريلا تسيح. ايه اتناولنا انا احط فيها. بصوا الطاجن الجميل اهو. بعد كده نحط هنا اهو كده الفرن ده عشان ياخد الوش والجبنه تسيح ويطلع احلى طاجن مكرونه، سواء بقى بفراخ سواء بلحمه سواء بكبده، وكمان الاضافه اللطيفه الجميله الموتزاريلا ورشة الفلفل الاسود وعليها الزيتون. وادي ما شاء الله الطاجن بعد ما طلع اهو. بصوا الجمال، بصوا الجمال. يعني لو في خاصية في الفيديو ان خاصية شم كنت هتشمه. احلى طاجن بجد بجد والله العظيم. ما شاء الله المكرونة الجميلة بالفراخ او باللحمة او بالكبدة والزيتون. ادي الموتزاريلا اهي سايحه اهي بقت جميلة وتحفة. بصوا الشكل وبصوا الجمال. وبعد كده بتنزل انها كده بحيث انها تتقفل اهي، وبالف هنا وشفا.